بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 27 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع راضي مبروك العتيبي من جدة. الأخ راضي يقول: هناك ولد عمره 14 سنة أحرم للعمرة من جدة وتوجه إلى مكة وطاف وسعى وخرج من الحرم إلى أقاربه في مكة وحل من إحرامه ولبس الثوب بدون أن يحلق أو يقصر جاهلا الحلقة أو التقصير، لكن الذين عنده أفهموه بعد ذلك ب10 دقائق. ماذا يفعل الآن يا فضيلة الشيخ؟ أم أن مناسكه قد تمت؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فمن أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمام مناسكهما. ومن مناسك العمرة الحلق أو التقصير، وهو آخر ما يفعل من مناسكها. فهذا الذي طاف وسعى للعمرة ونسي أن يقصر، أو كان يجهل ذلك، نسي أن يقصر أو يحلق رأسه ولبس ثيابه جاهلا أو ناسيا، الواجب عليه إذا ذكر أو ذكر أن يخلع المخيطات وأن يعيد ملابس الإحرام وأن يحلق أو يقصر رأسه في أي مكان كان، لأن الحلق أو التقصير لا يتخصص أن يكون في الحرم. أن يحلق أو يقصر بنية العمرة أو بنية إكمال العمرة في أي مكان، هذا الذي يجب عليه، ولا شيء عليه في لبس المخيط قبل الحلقة والتقصير في هذه الحالة، لأنه يعذر بالجهل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول: المقيمة أم محمد مصرية، تقول إنها سيدة ملتزمة والحمد لله منذ الصغر بأمور دينها، ولكن يخفى عليها بطبيعة الحال بعض الأمور. فمثلا: وضعت طفلة أول يوم من رمضان، وعلى هذا أفطرت الشهر كله وأخرجت بعده نقود، وعلمت أنها لا تجزي، فبدأت أصوم من هذا العام وأخرجت إطعام عن هذا العام طعام إلى الجامع، ولكن لا أدري عدد الذين أطعموا، أكان ما أخرجت كقيمة هو إفطار 30 يوما؟ هل هذا يجزي؟ وماذا أفعل؟ وهل لا بد من إطعام 30 مسكينا؟ وماذا علي في السنوات الثلاثة السابقة؟ جزاكم الله خيرا. هو كما ذكرت السائلة أنه يجب عليها القضاء، قضاء ما أفطرته، وهي تذكر أنها أفطرت كل رمضان بسبب النفاس، عليها قضى ما أفطرت. قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، إذا كانت أخرت القضاء من غير عذر حتى أتى عليها رمضان آخر، فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع، أي كيلو نصف تقريبا عن كل يوم. فإذا كانت أخرجت هذا المقدار فالحمد لله كفى، وإن كانت أخرجت بعضه فإنها تكمل عن بقية الأيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: مرضت أمي مرضا شديدا أتعبنا ماديا، فكنت أضطر بصرف بعض الأدوية الخاصة بها وكأنها لي من التأمين الصحي الخاص بعملي، وأحيانا كان بعلم الطبيب، وأحيانا كنت أضطر للكذب لصرف الدواء، واستمريت على هذا نحو عام حتى توفاه الله، وحينئذ بدأت أشعر كأنني مخطئة. لماذا توجهونني جزاكم الله خيرا حتى تبرأ ذمتي؟ أخطأت في هذا التصرف لأن هذا من الكذب،
والواجب عليك إبلاغ المسؤولين الذين خدعتيهم بهذا العمل أن تبلغيهم بذلك ليطبقوا نظامهم الذي يمشون عليه. وبالمناسبة التأمين الصحي لا يجوز، جميع أنواع التأمين، تأمين على الحياة، تأمين ضد الأمراض، جميع أنواع التأمينات لا تجوز، لأنها أكل لأموال الناس بغير حق لما فيها من الغرب. ولكن إضافة إلى ذلك الكذب أيضا والاحتيال على أخذ أموال الناس بغير حق لا يجوز، فلا بد من إخبار المسؤولين بالواقع ليتصرفوا حسب ما عندهم من النظام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: اسمي سمير العدرز، يقول: إنني من محافظة الجيزة، فكرت في السفر إلى السعودية للعمرة، ونذرت نذرا لله إن أكرمني الله في الشهر ب3,000 جنيه مصري سوف أبني مسجدا لله في مصر، ولم أحصل إلا في الشهر بعد المصاريف على 1,000 جنيه، والأهل في مصر يحتاجون كل مبلغ، وإن أعطيتهم فهو طاعة الوالدين من طاعة الله، وإذا لم يعطهم هم لا يعرفون أن علي نذر، فبماذا توجهونني الآن؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن النذر واجب مع القدرة، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا توفر لديك نقود فاضلة عن مؤونتك ومؤونة من يلزمك النفقة عليهم فإنك تنفذ هذا النذر، وإذا لم يتوفر لديك شيء فاضل عن كفايتك وكفاية من تمونهم فإن النذر يبقى في ذمتك دينا لله حتى تستطيع ذلك وتنفذه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت في برنامج نور على الدرب أن كفارة اليمين توزع على 10 مساكين، وحيث أنني قد أعطيت كفارة اليمين لمساكين أقل من 10، فهل يسقط حينئذ عني الحكم أم لا زال باقية؟ وإن كان تكرر الإطعام لشخص أكثر من مرة فهل الحكم لا زال باقية؟ والسؤال من المستمع أم محمد من الدمام. إذا وجب على المسلم كفارة يمين وأطعم عددا من المساكين لم يبلغ 10، فإنه يجب عليها أن يكمل 10، فيجب على السائلة أن تكمل 10، تطعم الباقين من 10 وتبني على إطعامها الأول، أنه صحيح. وأما تكرار الإطعام على مسكين واحد فهو إنما يجزي عن واحد ويبقى 9، ولا يجزي تكراره على شخص واحد عن 10 مهما كرره، فإنه يكون أطعم مسكينا واحدا وبقي عليه 9 مساكين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مبارك محمد بعث يسأل ويقول: يوجد إمام مسجد يصلي التراويح، وفي دعاء الوتر يأتي بأسماء الله 99، ثم يقول: أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ثم يأتي بالدعاء المأثور الذي يتكرر من كثير من الأئمة، وقد أنكر عليه بعض المصلين معللين بأنها بدعة، هل ما قالوه صحيح أم أن الإمام على حق؟ جزاكم الله خيرا. الدعاء في القنوت مشروع، الدعاء في قنوت الوتر مشروع في التراويح وفي غيرها، وليس له حد معين، ولكن إذا دعا بالدعاء الوارد في حديث الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره، وإذا كان إماما يأتي بضمير الجمع يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره، والمأمومون يؤمنون، ودعا معه بما تيسر من أنواع الأدعية الجامعة، فهذا شيء حسن ومشروع. أما التزام دعاء معين غير ما ورد والمداومة عليه أو أن يأتي بالأسماء 99 كما ذكر السائل، هذا تكلف غير مشروع، وأيضا فيه إطالة على المأمومين، وإذا داوم عليه فإنه يكون بدعة لأنه التزم شيئا غير لازم. ثم إن الأسماء 99 غير معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، ولم يعينها. وأسماء الله كثيرة في الكتاب والسنة، أسماء كثيرة غير معينة هذه 99، ليكون المجال واسعا أمام المسلم، يعني يدعو الله بأي اسم من أسمائه تيسر له، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا دعا المسلم توسل إلى الله بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فهذا أمر مشروع، لكن من غير التزام، من غير التزام لأسماء معينة يكررها ويظن أنها هي المقصودة في الحديث دون غيرها،
أو يكرر ذلك ويطيل على المأمومين مما يسبب المشقة عليهم، وكل هذا تكلف غير مشروع وقد يكون ابتداعا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هنا رسالة بعث بها مستمع يقول عين قاف لام صاد من المنطقة الشرقية. أخونا يقول: أنا أشكو من الاكتئاب النفسي والحزن وكثرة الوسوسة بيني وبين نفسي والتوتر وعدم الشعور بالراحة، فكيف أتخلص من هذه الظواهر المؤلمة علما بأني والحمد لله أقرأ القرآن؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهل الإنسان يؤخذ بهذه الوساوس والخيالات؟ وهل لها أثر في حياته أم أنها مجرد أوهام وخيالات لا صحة لها؟ جزاكم الله خيرا. هي مجرد أوهام وخيالات لا صحة لها، وهي أيضا من الشيطان ليحزنك بها، فعليك توكل على الله والصبر وعدم التأثر بهذه الوساوس مع الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. عندما تحس بشيء من ذلك فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتكرر ذلك. وأيضا عليك بتلاوة القرآن والإكثار من تلاوة القرآن، لأن ذلك يطرد عنك الشيطان. وعليك أيضا بالمحافظة على الأوراد الصباحية والمسائية، بأن تقرأ آية الكرسي بعد في دبر كل صلاة، تقرأ آية الكرسي ولا سيما بعد الفجر وبعد صلاة المغرب، وتقرأ بعدها سورة الإخلاص والمعوذتين وتكرر ذلك ثلاثا، أي تكرر سورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس ثلاثا ثلاثا، وتدعو بما تيسر لك من أنواع الأدعية الخاصة بالصباح والمساء، وبذلك يعصمك الله سبحانه وتعالى من هذه الوساوس، لأنك استعذت بالله ولجأت إلى الله، والله سبحانه وتعالى يعيذ من استعاذ به. ولا بأس أن تراجع الأطباء النفسانيين ليروا حالتك، وربما يجدون لك علاجا من الأدوية النافعة، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فقد يكون عندك شيء من توتر الأعصاب يؤثر عليك، ويكون عند الأطباء له علاج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. إحدى الأخوات المستمعات تقول: السائلة راي عين كاف من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، أود أن أسأل عدة أسئلة. أولها: يقال إن المرأة عندما تحرم للحج أو للعمرة فإنها لا تنتقب ولا تلبس القفاز، وفي نفس الوقت يقال إن المرأة يجب أن تغطي وجهها وهي محرمة إذا قابلت رجالا أجانب، وبالطبع الحرم مليء بالرجال الأجانب، وبالتالي فيجب عليها أن تغطي وجهها، فما هو رأي فضيلتكم في هذا؟ الله خيرا. نعم، الأمر كما ذكرت السائلة صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب أو البرقع على وجهها، وأن تلبس القفازين على يديها على كفيها، هذا منهية عنه المحرمة، وليست ممنوعة من تغطية وجهها عن الرجال بغير البرقع أو النقاب، وليست ممنوعة أن تغطي كفيها أيضا عن الرجال بغير القفازين، تغطي رأسها تغطي وجهها بخمارها عن الرجال، وتغطي كفيها بثوبها عن الرجال، كما ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنهن كن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بهن الرجال سدلت إحداها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزوا كشفن وجوههن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المرأة ليست ممنوعة من تغطية وجهها مطلقا، وإنما هي ممنوعة من تغطية وجهها وكفيها بغطاء خاص هو النقاب أو البرقع على الوجه أو القفاز على اليدين، لأنهما يعتبران من المخيط المحرم لبسه على وجه المرأة وعلى كفيها، هذا ما نهيت عنه المرأة على إحرامها، ولم تنهى عن تغطية وجهها عن الرجال، بل هي مأمورة بذلك كما هي في حالة الإحرام في الحرم وفي غيره، تغطي وجهها بخمارها وتغطي كفيها بثوبها أو عباءتها، إنما الممنوع شيئان فقط هما البرقع والنقاب
على الوجه والقفازان على الكفين وما عداهما من سائر الأغطية فإنه لا مانع منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يوجد أدعية معينة تقال في الركوع والسجود غير سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى؟ وما هي إن وجدت جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالمسلم يدعو ربه في حال السجود بما تيسر له من الأدعية من غير تحديد وبما يحتاج إليه، لأن حوائج الناس أيضا تختلف، فكل يدعو بما يناسب حاله وما يحتاج إليه. وعلى العموم يسأل الله المغفرة والعتق من النار، لأن هذا دعاء يحتاجه كل أحد، فيدعو بما تيسر من أمور الآخرة ويدعو أيضا بما يحتاج إليه من أمور الدنيا من غير تحديد. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي الأدعية التي تقال في سجود التلاوة؟ بارك الله فيكم. سجود التلاوة كسجود الصلاة سواء، يقول فيه ما يقوله في سجود الصلاة، كأن يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو مرة واحدة على الأقل، وأن يدعو بما تيسر من الدعاء بدون تحديد، فهو مثل سجود الصلاة في كيفيته وفي ما يقال فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات من المنطقة الجنوبية تقول: أختكم في الله عين سين تسأل وتقول: ما هي صفات المساكين المذكورة في الكفارة؟ لأننا نحتار في هذا، وجهونا جزاكم الله خيرا. صفات المساكين: المسكين هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية. المسكين والفقير إذا أطلق فمعناه من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، فيعطى ما يكفيه أو يكمل النقص الذي عليه، هذا معنى المسكين، هو الذي أسكنه الفقر والحاجة لأن نقص عليه شيء من كفايته أو لم يكن عنده شيء أصلا، فيعطى ما تيسر، وإذا سدت حاجته فهذا أفضل، وإلا فإنه يعطى ما تيسر مما يعينه على حاجته. فمن وجب عليه كفارة فإنه يتحرى وينظر المساكين، قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، فإن أعطاها لغني لم تجزئه. والغني هو الذي عنده ما يكفي، وليس من الضروري أن يكون صاحب مال أو صاحب ثروة، بل كل من وجد ما يكفيه ويكفي من يمونه فإنه يكون غنيا، لا تحل له الصدقة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نسيت المرأة أن تقضي أياما أفطرتها بسبب العذر الشهري، فماذا عليها إذا ذكرتها جزاكم الله خيرا؟ عليها إذا ذكرتها أمران: الأمر الأول القضاء، تقضي هذه الأيام لأنها دين في ذمتها. وعليها الأمر الثاني: إذا تأخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر فأكثر، فإنها تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو عن كل يوم، كفارة عن التأخير بعدد الأيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جزار أبو عريش رسالة بعث بها مستمع يقول: المرسل راعي باء ألف، يقول: عندنا رجل غني ولديه أموال كثيرة ويعطينا من أمواله بعض الأطعمة والأشربة، لكن بعض الناس يقولون إنه يتعاطى الربا، فما حكم ما نأخذ من هذا الرجل؟ هل هو حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا. الأصل الحل والإباحة، الحمد لله، إلا إذا علمتم أن هذا المال الذي أعطاكم من الحرام من ربا أو غيره فإنكم لا تقبلونه ولا يحل لكم. أما إذا لم تعلموا وهو عنده أموال غير الربا وغير الحرام فإنه لا حرج عليكم، لأن الأصل الحل، الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. ما مقدار ما يخرج المرء عن نفسه كزكاة للفطر من الأرز؟ يحفظكم الله. صاع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من الطعام من الأرز أو من غيره، ومقدار الصاع بالكيلو معروف الآن 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو تقريبا هذا هو الصاع، لأن المقصود بالصاع هو الصاع النبوي الطيب الذي هو 4 أمداد، والمد بمقدار ما يملأ الكفين مجموعتين من الرجل المعتدل، ما يملأ الكفين المجموعتين من الرجل المعتدل هذا يسمى بالمد، ومقدار الصاع النبوي 4 أمداد. وقد حرر
قريبا. نعم. وجد أنه يقارب 3 كيلوات. طيب. الكيلو المعروف الآن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.